السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله هذا الوجه. قبل أن نبدأ يا بعد روحي أسعدكم الله، والله أسعدكم بإذن الله، لما بإذن الله أدخل 600، ما بقي لنا شيء إلا يمكن 17 ندخل 600,000، فخلونا نعيده ب 600,000 الله يرضى عليكم. طيب فكرة المقطع ببثي، أنا وأصدقائي الموجودين المتابعين ستريم سنايب أبتحدى ركان وزياد أنهم يفوزوني، واللي بلبث بيدخلون وبيخربون عليهم بيذبحونهم. إذا فازوا لهم 500 دولار، وإن ما فازوا مثل شونك وفير في الحلقات اللي راحت أضحك عليهم ضغط عليهم وأسحب عليهم. خليكم على مقطع وبإذن الله راح تستمتعون. معنا اليوم الإيم الذي لا يضيع، الإيم الذي لا يخيب، الإيم اللي يخوف، إيم الأرض، راكانو. لا مو ركان، راكانو ذاك واحد ثاني. راكانينج، حياك الله ركان. سهلا، حياك الله. ومعنا اليوم زياد المعرق بالبطولات القديم، يقول أتحداكم. طيب زياد وركان دار وشو عندي مشكلة، أنا أفهم لهم في شيء ثاني مهم، أن نحتسب الأجر في المقطع ذا. صراحة تعبت سلك بيجردوننا جلد، وبعدين دقيقة لا يكون أنت معنا في التيم. أنا معكم بالتيم. لا ايه اجل وشو انا شباب وبطقم معكم. لا انا ما يطقم معكم سكن، انا بطقم مع ستريم سنايب. ستريم سنايب الجميع يطقم سكن الموزة عشان يعني انها يعني مو نفس وجهي. خلك رجال ركان. طيب تصريحك ركان. ركان تصريحك بسمع صياحهم كذا. انا تصريحي وبكل بساطة يا السلق، أنا عندي دائما في بثي ساعة اسمها ساعة تطهير السلك، فأنتم سهلين، أنا متعود عليكم خلاص، بأخلطكم خلط، أباخذكم يمين يسار فوق تحت، ما خليكم تعضون الأرض، أبحرشكم. فون يا موسى، هذا موسى، هذا موسى يا رب. تخيل فوز آخر جيم رايت، تخيل فوز أول جيم. أنا على طبعا النزول على كيف يا النزول هنا البستان الزيتي. يلا شوف خلينا نشوف العدد. من أول جيم فزون وين؟ يا عيال كذار كذاب. وصلوا زياد وين؟ اي والله موسى الله وصلوا رب الكعبة. جيجي تكفون يا رجال تكفون. كنتروني خرب، كنتروني طفى، والله كنتروني طفى ورب العباد. اقسم برب الكعبة والله كنتروني طفى، والله كنتروني طفى ورب الكعبة، والله كنتروني طفى. والله هذا سلق الاولى مات، والله كنترولي طفى ورب الكعبه بتشوفه بالريكورد. يلا رايد يلا الحقوه هنا ترى. رايد ترى مدمج تعالوا هنا. والله قار، والله كنترولي طفى، والله انا مت. تعالوا الحقوه يا جماعه هنا، لا تلحقون عيال. لو يسلق السبايك عادي يذبحوني، انا بصير وراه بضحك. ما في في شيلد فوق، بس راك لازم تعرف ان اللعب هنا. فلل تفتح يفلل يا رب. مندك راكان. لا ما عندي راك. والله اني احسب بجنبنا، والله راك شوف اقول لك احسب بجنبنا. الحقوه يا ورد فيها بنا. القوا يا ركان، ما دريت يا الله سيد يا ستريم سناك. متابعين يعرفهم عرقين الله ما يخلوه. يا سلام اهلين موزاتي. اهلين بالجروب. يلا يا جماعه هنا يا كريم، يا الله يا كريم انت كريم. وين رايد هنا جيش الموزات؟ 3 يا رب ستر يا رب. يلا بسم الله اكشن. كان معي زين معي. تنزلون هنا عيال تزوم مكان ثاني مصيبه ترى غلط. لا نفس المكان زياد زياد. يا ساتر مطر ايه مطر ناس مطر ركان. يا الله مطر. اسمعني ركان. ايه معك اسمعك. اذبحوه ارجوكم تكفون. اعوذ بالله من غضب الله. ايه وش ذا سنايب كلهم صايمين يا رب الكرام. نستانس بالامور طيبه. زياد تكفى زياد شوفني زياد. يا ساتر تشوفني. طبعا شوفوا وين ركان، شوفوا وين زياد، تشوفونهم البيت هذا يا جماعه. انا جاي عندهم الان. ما معي سلاح. طيب هذا سلاح ذا جنبي. تعال معي. الأول راح. يا أخي يا رب رزقني بشتقن يا رب. يا الله. بس. ترى يمدينا نفضيهم والله. هذا الأول. تعال معي. تعال. هنا شوفونهم هنا ها.
ايوه تعال تعال مين القم يا سلقه القم القم يا بريحة هذا زياد هذا تعال ايوه 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 تعالوا يا حقني وينك الله يقلعك يا شيخ والله صعب والله صعب والله صعب يا بيسبرونا يا ركبوا معاهم بيسبرونا يا جماعه هنا 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 لا تكفى يسلقه والله لا يعطيك دولارات والله لا يعطيك دولارات الله يرضى عليك الله يرضى عليك تعال تعال احسنت تعال تعال لا تفنشونا يا جماعة لا تفنشون زياد تكفى تكفى للأسف الشديد يا جماعة الخير ولا واحد يقدر يفوز على متابعين الكرام السنين بسنايب محترفين جدا يوميا يدفعون ولا يدفعون في شرط من الآن بسوي لكم يا جماعة الخير انه ما يشوفون وين بننزل اتوقع من عيوني متابعي بيعرفون وين نزلنا والله ماني فاتح لما تلوتو من عيونك بيعرفون معقولة احس والله احس كذا قلبي يقول ما عليك انا راقب بثرايد ايه ما مره 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 ما فتحت الكلام ولا طلعت والله معنا ما اقدر اطلع يا جماعه خلاص والله معنا وجدين كت... معنا موت يا رجال معنا موت معنا ثلاث موتات شلون ما لازم فرقين كثير ترى تسبنهم 10 يا اخي باقي زياد هنا 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 زياد هنا هنا تعال 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 الله اكبر يا اخي كيف يجوب لوث خذ راحتك ما فيها فلوس ما نبي خسران خذ راحتك كيف ما فيها الا فيها 250 عبيبي كنسلت قلت الحين هذا هذا شرف كنسلت ما كنسلت ما كنسلت اوكي ما كنسلت موجود اعرف ما اعرف ما اعرف ما قد خلنا نتحرك بسرعه خلوكم جاهزين يا جماعه الخير طيب ارجوكم الله اكبر اذبحك موزه واحد نفس كني ستريم تكفى ركان ايوه خلاص خلاص خذ بطاقتي هج 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 ركان ترى بفتح احسنت هج فيها هج فيها هج فيها روح لا 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 طولت مره ركان ليه جيت هنا ما في ذي مساعده شوف شوف هذه عمري عمري بسرعه 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 ركان روح البيت اللي قبل راح في واحد وراك غبي شوي الان هم متجهين الى الزون يعني نقطه البدايه بتكون هنا بسوم ابغى ناس ركان السر استعجل احسنت ركان لازم ننزل ركان لازم ننزل ركان دم 100 ركان اللي في يسار اللي في يسار ركان اللي في يسار من ارض دم 72 يا جماعه راحوا يسار الان ننزل 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 افتح الباب يا مسلم بيتغيب الشره هذه يا جماعه زي ما تشوفون يا ستريم سنايب تبي تجمعهم موارد الاشياء هذه بجيك جيني بجيك سيارة بجيك اسمه نسمه يقول ويلك يا زياد ويلك يا ويلك مني زياد ياخذ الهاي الموزة ما جمع موارد تخلف تعجل كان الموزة الثانية تدمج مرة هذا رجع والله وقت مية كثيرة يا عمري أحسنت تكفى يا البنانة تكفى موارد زياد ما معانا 300 لو تشدون عليه شوي احسن تكفى زياد انزل لي تكفى اوه دم دم اخلط زياد صوت صوت وينك يا سلام تجمع تجمع الشرب كله على البيت زياد لو اخذ موارد مصيبه الحمد لله ما معه موارد الا والله معه شوي بس الحمد لله قليل دمجوه ترى مره لو يا بلو اخلص احسن تدمج مره لا لا وراك وراك ايه قبله وراك يا تاكل
احسن راك ارفع عليك في طايره والله ما يمديني والله انت ودي عليك ايوه العب طايره ايوه اي والله عليك انت طايره طبيعي هرب 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 في رجول هرب هرب في رجول هرب قلت لك بتهرب قلت لك بتهرب في رجول كركان ركان استسلم انزل واستسلم بالعمي رايد والله انك تبطيت والله انك ابطيت والله انك ابطيت والله انك ابطيت خيتك والله لا اي هو طاير هو طاير ايوه طاير بنبقى نقفل على نفسك بنبقى نقفل على نفسك يا يفكر في العرض يا ليتس جو طيب جبنا الثامن يلا من فضلك وايد لطيف يا فركان زياد يعطيكم العافيه كنتوا ضيوف يعني جيدين لكن ركان شوي خواف زياد ما قصر دمج كثير والله لو اني احلف لو ان اخذ منه اخذهم كذا قروشهم بس والله كم اعطيته فوق ال100 انت مصدقن فوق 10 كثير يعطيكم العافيه زياد ركان جي جي ما قصرتوا ان شاء الله بالحلقات الجايه تجيبون الجيم شكرا يا ستريم سلايب متابعين الكرام واللي انقلع ما نبي حلقه ثانيه ما نبي والله ما نبي والله بتشوفون جداول مع المتابعين كذا حياكم الله بثي بتويتش تحصلون الرابط في الوصف لايك واشتراك في امان الله شكرا للمشاهدة اضغط على الصورة هنا بيدخلك المتجر الحق على الهوديات والجيرسيات الجديدة وارأيتوها كود خصم